بسم الله الرحمن الرحيم. البحرين عاشت مع التاريخ والتاريخ عاش معاها، من تايلوس وأوال ودلمون، حضارة عمرها أكثر من 5000 عام، من شعراء العصر الجاهلي، الشاعر البحريني، شاعر الطبقة الأولى والمعلقات طرف ابن العبد، من بزوغ فجر الإسلام، والبحرين من أوائل الأقاليم اللي استجابت للدعوة الإسلامية طوعا واقتناعا، من المغفور له بإذن الله تعالى أحمد الفاتح، فاتح البحرين ومؤسسها كدولة عربية مسلمة حديثة في عام 1783 ميلاديا، من ثلاثينات القرن الماضي في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه، تم تأسيس مجلس الشورى في البحرين العريقة، وتوالت بعد ذلك تجارب الحكم المبني على المشورة بين الحاكم والشعب وأمرهم شورى بينهم. مع تولي جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في 6 مارس 1999، وبعد وقت قصير من توليه قيادة البلاد جاءت فكرة المشروع الإصلاحي ومشروع ميثاق العمل الوطني. لم يستغرق الأمر إلا وقت قصير حتى أصدر جلالة الملك في 22 نوفمبر من عام 2000 أمراً أميرياً آنذاك بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني. تشكلت اللجنة من 44 عضو برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رحمة الله عليه، ضمت نخبة من أبناء الوطن. وبعد المناقشات والمداولات بين أعضاء اللجنة وما تمخض عنها من أفكار ومبادئ إيجابية، وتحديدا في يوم 23 يناير من عام 2001 صدر الأمر الأميري رقم 8 لسنة 2001 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني. في يوم الأربعاء 14 فبراير والخميس 15 فبراير من عام 2001 أقبل المواطنون ممن بلغ 21 عام، وكان هناك إقبال شديد على مراكز التصويت، وهذا الأمر محفور في ذاكرة التاريخ وكان بمثابة عرس ديمقراطي للبحرين وللبحرينيين. وتجاوب الشعب الوفي مع رغبة قائد البلاد الأبي من خلال استفتاء عام سادة النزاهة وحسن التنظيم، وأشادت فيه كل طوائف الشعب والعالم بأسره. بلغت نسبة الموافقة الشعبية على الميثاق 98.4، وكانت المشاركة الشعبية عالية أيضا بجميع المقاييس إذ بلغت 90.3 من المؤهلين للتصويت. وكل عام وأنتم بخير، مع تحيات الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.